بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. احبابتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديوتي اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض هذا النوع من السلطة اللذيذة والشهية والمنعشة والصيفية والجديدة بشكل وحلة جديدة بشكل غولي. هو سلطة البطراف او البربة او البنجر او الشمندر غولي كما البسكوي غولي. نديروها بهذه الطريقة وتجي شهية ولذيذة ومنعشة كما راكم تشوفوا. فيها طبقات هكا بألوان مختلفة وأذواق مختلفة ومتناغمة ولذيذة. إذا بغيتوا تعرفوا كيفاش خدمنا سلطة غولي تاعنا تبعوني في الفيديو إن شاء الله. للسلطة تاعنا رولي تاع البطراف نحتاجوا إلى طبعا بطراف كما راكم تشوفوا مقطع شرائح رقيقة جدا. شوفوا الشريحة شحال رقيقة. استعنت أنا هاد الآلة هادي ولا هاد الوسيلة هادي هكا فيها هاد الموس هنايا هكا استعنت بها كيما هكا وقعدت قدبي الحبة وتقعد هكا دير يخرجوا شرائح كيما راكم تشوفوا رقاق جدا جدا كيما هكا. استخدمت هذه ونحتاج أيضا إلى أوراق الخس مغسولين منضاف. نحتاج الى حبتين من البطاطا تكون مسلوقة ومحكوكة، الى 2 حبات من البطاطا محكوكة ومسلوقة ومحكوكة في السكرفاج هذاك العريض. نحتاج الى حبتين من الجزر ايضا مسلوقين ومحكوكين كما هكا الى هكا اسمهم رقاق. نحتاج ايضا الى وحدة تونة من الزيت، واحد طن تاع الزيت. نحتاج الى ذرة معلبة ونحتاج بالطبع الى ملح خل ومايونيز، اي مايونيز تفضلوها سواء لايت او كاملة الدسم كما تبغوا نتوما، ومن الاحسن تكون خفيفة باش ما تضركمش وتبقى للسلطة الفوائد نتاعها. ونمر مباشرة لطريقة التحضير. حاجة نحتاجوها هي اننا نجيبو هكا لوح تقطيع كيما هكا، نجيبو اي لوح تقطيع او صينية او حاجة، المهم تكون هكا. ونحتاجو الى فيلم اليمونتير او هذاك الورق الغلاف بلاستيكي الشفاف، ونغلفو هذا اللاطة تاعنا هاد هادي لوحة التقطيع. نديرو هكا البلاستيك عليها لانه هادي اللي غادي نحطو فوقها المكونات ونبداو نبنو في الرولي تاعنا. نستخدموها كيما هكا، نقطعو هذه هنايا، نخلو واحد المسافه اللي باه نديروها من تحتها هكا. هكذا نعاود ندير من تحت بهذه الطريقه ونبدا نبني في الغولي تاعي او في السلطه غولي اللي عندي. نجيبها هي الشرائح تاع البطراف كيما هكا ونبدا نستف فيهم، ونبدا نستف في الشرائح بهذه الطريقه وحده فوق وحده هكا. نخلي مثلا هنايا نجي هنا ما نجيش في الحاشيه، ما نجيش نحط حداها، نجي نحط حدا فوقها شويه ونزيد نكمل. ندي بالشريحه هكا شرائح رقاق كيما راكم تشوفوا فيهم، ونبدا نحط هكا فوقها شويه ونزيد هكا. هاي شريحة رقيقة ونزيد نحط هكذا على هنا. كي تجي تكمل نعاود نحط عليها، ما نحطش حداها بجنبها، نحط فوقها شوية هكا بهذه الطريقة. نبقى نستف في البنجر او البطراف تاعنا. احسن ندير واحدة كاملة تكسرولي. هاي لا كيما هذه، نزيد نحط بهذه الطريقة نستف وحدة فوق وحدة حداها كما حنا نقولو، ماشي حداها حداها مي نحطو. نتمنى انكم فهمتوني هكا. تاني في الاسفل نجو ونحطوها توشي هنا وتوشي في الاخر هكا، تجي فوقها شوية. نزيدو نحطو الاخرى تاني تجي فوقها شوية هكا. نبقاو نستفو فيهم بهذه الطريقة وحدة فوق خدها شوية حتى نكملو الكمية اللي عندنا. نسيو نديرو واحد المستطيل هكا.
هكا راني قطعت كاع الشريحه. بالنسبه لهادو القطع اللي بقاولي نجم ندوبلي بيهم هنا كما حنا نقولو، نحطهم هكا ما عندهم حتى بلا ما نخلوهم، زعما نجمو نستغلوهم هكا ندوبلو فيهم بلاص واحده نشوفوها مشقوقه ولا نحطوها بلاص اي فراغ يبان لكم بين الحبات او بين الدوائر. حطوا هادو ما كان حتى مشكل، نحط هكا وندير لهم شويه رشه خفيفه تاع الملح هكا، ندير رشه خفيفه من الملح هكا قليل فقط. تبغوا ديروا فلفل اسود ما كاش حتى مشكل، انا نفضل ندير غير الملح. ونحطوا القليل من المايونيز لانه المايونيز هنا شاو الدور تاعها هو دور الغراء او اللاصق اللي راح تلصق لنا المكونات فوق بعضها هكا. نجيب ملعقه ونسوي السطح تاع المايونيز اللي قلت لكم هي اللي تعمل دور الغراء في لصق المكونات او الطبقات فوق بعضها هكا بهذه الطريقه تكفي. دوكا نحطوها بجنب ونخدمو الخضار الاخرى كذلك. حاجه البطاطا اللي عندي نحط لها القليل من الملح والقليل من الخل وايضا المايونيز، نحط لها مقدار ملعقه من المايونيز ونخلطها جيدا هكذا. يمكن اننا نضيف القليل من زيت التونه، زيت اللي فيه التونه باش تجي منكهه بذوق التونه هكا، ونخلطها جيدا ونحطها ايضا هي جانبا ونفوتو نشوفو كيفاش نديرو للجزر اللي قلنا دائما مسلوقين ومحكوكين في الحكاكه العريضه في هذيك السكرفاج العريض هكا. خلطها نحطها جانبا. بالنسبه للجزر فنفس الشيء، نديرو له القليل من الملح، رشه خفيفه من الملح، ونحط علبه التونه الزيت هكذا. يعني صفيتها من الزيت ما خليتش فيها الكثير، قليل فقط قليل جدا بهذه الطريقه. نخلط المكونات ونضيف لهم القليل من الخل طبعا والمايونيز بهذه الطريقه هكا. بهذه الطريقه نخلطه جيدا ونعاود نرجع بالطبع للبيطراف تاعي او الشمندر او البنجر. نعاود نرجع للفرضة هذيك اللي كنا وجدناها في الاول هكذا. اول طبقة نديروها هي البطاطا اللي خدمناها مع المايونيز و قليل من الملح والخل، نحطو هكا شريط على شكل شريط. هنا نوصلوها للربع فقط، من نكملوش حتى الاسفل، نحطو غير هنا هكذا. نديرو طبقة سميكة لانه هذيك راح تتلون، اللي راح توشي في البيطراف غادي تتلون وتولي عندنا وردية. انا باغية تبقى لي شوية بيضة، لهذا غادي ندير طبقة سميكة ان شاء الله. غادي نديرو هكا ونبقاو حتى نكملو الشريط. هذا الشريط اللي درت تاع البطاطا كما كنت تشوفوها فيه هكا، درت طبقة تاع البطاطا. دوك نفوت مباشرة الى الخس، نجيب اوراق الخس ونحطها هنا فوق البطاطا، نبقى نستف في اوراق الخس بهذه الطريقة. يعطونا واحد القرمشة في الغولي جميلة جدا، يعطونا واحد القرمشة جد لذيذة وجد جميلة في الغولي تاعنا هكا. ندير اوراق الخس، درت الطبقة تاع الخس، دوكا ندير فوقها الطبقة
هنا عفوا قبل ما ندير الطبقه الاخرى نحط قليل من المايونيز فوق الخس باش تلصق لنا مع المكون التالي. هكا نحط القليل ونمشي عليه ايضا بالملعقه قليلا هكا ندهن من فوق هكا بالملعقه نسوي السطح باش نحط فوقه المكون التالي. مرحلة الجزر اللي خدمناه جزر مسلوق ومحكوك وخدمناه بالتونة بالزيت والملح والقليل من الخل، نحطوه هنا في منتصف الخس منتصف أوراق الخس هذوك نحط هكا في الجزر هكا ندير كذلك مستطيل رقيق هكا الجزر بالتونة هكا ونسوي الأطراف كما هنا عندي هذه الورقة تاع الخس خارجة نسيي ندخلها هكا ما كاين حتى مشكل. ومن بعد ما غادي نخليه ولا فتاتة منه لأن طعمه لذيذ لذيذ جدا. وهذه طريقة باش أطفالنا ياكلوا السلطة ياكلوا الخضار لأنه الأطفال عندهم ما يبغوش الخضار كيشوفوا الخضار تحسب ما نعرف كاش شافوا هكا. ونجيب القليل من الذرة المعلبة ونحطها هنا في منتصف الجزر أيضا بهذا الشكل هكا بهذه الطريقة ونحط فوقها خط من المايونيز. نوخر هذا الجيل ونجيب نمسح يديا ونجيب المايونيز ونحط هكا خط من المايونيز. الان نبدا الرولو في السلطه تاعنا خصنا نكونوا حذرين شويه باش ما يطيحوناش المكونات. نديرو هكا فوق الذره باش تلصق شويه باش ما طيحناش كي نرولو السلطه. نسيو نلصقوها هكا فوق الجزر هكا نسيو طاحت الوحده هنا نسيو. والان نجو هنايا نتمنى ان الصوره تكون واضحه. نجي نحكم البلاستيكه من الاطراف هنايا ونجي ونضغط قليلا هكا هنايا نبدا نضغط ونقلع في البلاستيك بالعقل هكا ونعاود نجيب ونضغط ونسقم الاطراف دائما نعاود نقلع البلاستيكة ونعاود نروليها للمره الاخيره. اذا شفتها ما ترولاتليش من فوق نجبد البلاستيك كيما راني ندير دركا هنايا من الاسفل هكا البلاستيك السفلي نسيي ندخل هنا لغولي هكا نضغطه بيدي بهذه الطريقه نقلع الزائد هذا نمسح يديا دائما هكا سينسقم توجور الاطراف باش ما يبقاليش ويخرج لي مليح. ونجي ونجبد البلاستيك من الاسفل ونسيي نلصقه مع بعضه بهذه الطريقه. شفتوا كيفاش تلم عندي هكا بهاد الطريقه. نتمنى انها كانت واضحه ومفهومه هكذا. ونجيب البلاستيك فوقاني ونزير لوغولي تاعي وندوره بهاد الطريقه نسقم دائما الاطراف ونخليه كيما راه بالبلاستيك تاعه. ندخله عندي للثلاجه مدة ساعة هكا نخليه في الثلاجة ومن بعد نقطعه ونتلاقوا من بعد ونشوفوا كيفاش غادي نقطعه بإذن الله. هكا غادي نخليه نساويه ساووه كيما راني ندير أنا ساووه كيما هكا من الجوانب أيضا وندخله للثلاجة مدة ساعة تقريبا. بعد مرور ساعة تقريبا على الغولي تاعنا في الثلاجة نبداو نقطعو فيه البلاستيك
بالعقل. شوفوا نقلوا البلاستيك ونجيبوا سكين حاد، سكين يكون حاد جدا، ونبداو نقطعوا في دوائر كما نقطعوا البسكوي غولي عادي جدا. ها هي الدائره الاولى، شوف كيفاش خرجت عندي. نعاود نمسح، دائما نمسح السكين ونعاود نقطع دائره ثانيه هكذا. ها هي الدائرة الثانية، ونواصل كيما هكا حتى نكمل كاع لو غولي تاعي سلاطة غولي، ونتلاقوا ونشوفوه في صحن التقديم. كان هذا هو غولي تاع البيطراف سلاطة غولي، نتمنى انها ان شاء الله تعجبكم، على سبيل التغيير تعجبكم شكلا ومذاقا. نزيد نقرب لكم الصورة اكثر باش تكون واضحة. شوفوا الطبقات كيفاش جاو فيها، شهية جدا جدا. وزينتها كما راكم تشوفوا بالنقطات من المايونيز، حطيت فوقهم حبات من الذرة المعلبة. نتمنى انه ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تنال اعجابكم واستحسانكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم، وبارطاجوا الوصفة باش توصل اكبر عدد من المشاهدين، وشاركوها مع احبابكم وصحابكم. واللي اول مرة يشاهدوني مرحبا بكم في داري، نورتوني، فرحانة بكم. اشتركوا معايا فضلا وليس أمرا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم.